فين والمكاتب فين، في الاخر هي الباور ايه يعني، والفلوس يعني ايه، فيسبوك لوست، الكلام ده كله. دلوقتي بقى احنا عايزين نبدا الشغل كامل اللي احنا عمالين نتكلم فيه دوت، ازاي بيجيش المسائل. المسائل دي المسائل دي ايه؟ المسائل دي بتدخل في السكشن اللي فات ده، احنا كنا بنتكلم كل حاجه عايزين نعرفها ايه؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو كان بيقول اشتغل في الوظيفه بتاعته دي. طيب لو احنا عايزين نشتغل على مساله الكود دي زي ما الشغل ده كله بيبقى عليه فوق اي حد على الفيسبوك، تمام؟ الشغل كله بيبقى على الفيسبوك. يبقى بالتالي الشكل اللي انا شايفه ده اللي انا شايفه على الفيسبوك. طيب تعالى نفكر هنحوله ازاي؟ اول حاجه هو الفيسبوك هيبقى عندي لينك فيه ده هيبقى فانكشن بس ايه؟ تقدر تشوف هو ايه؟ بعد كده عندي الكومبوننت الاولانيه موضوع الديزاين كويس، بعد كده عندي ايه؟ الفاليو اللي سمعته، بعد كده الديزاين اللي بشيلها وكاني شايف حاجه ايه؟ اكسبلانشن، تمام؟ الجزء بتاعي الاوبيا ده بعتبره انه مش موجود. ليه؟ لان الفيسبوك مش متعرف فيه قوي. فبالتالي الجزء اللي انا شايفه بس هو الديزاين هو ايه؟ زد وبرون سيلفر. فبحطه جنب ايه؟ ليه في جيم. اوكي كده يا جماعه؟ طيب بالنسبه للكومبوننت الثانيه، الكومبوننت الثانيه اللي انا حاجه اتعامل معاها دي بتعرفناها سايت مش ديزاين. احنا اتفقنا لازم وانت بتشتغل توحد ايه؟ توحد الريفرنس اللي انت شغال عليه. ده كله ديزاين، ده كله ديزاين. قلنا ان الكونفنشن بتاعنا هنا هو ايه؟ هو الديزاين. عشان احول الصاين للديزاين هعمل ايه؟ او قال ان هي الصاين دي هي هي نفسها الديزاين، الفيز اللي موجود جوه ده ماينس كام؟ ماينس 90. يعني كانه بالظبط كده ايه؟ كنت عامل ايه؟ كنت قايل ان انا عندي هنا كده اي باور نيجاتيف جي 5 بوينت. تمام كده؟ بالاضافه للجزء الثاني اللي هو موجود جوه الصاين اللي هو اي باور نيجاتيف جي زد هو ايه؟ هو الوكس. طيب لو انا دلوقتي طلبت منك انك تحدد البولايزيشن، حد يقدر يقول البولايزيشن؟ انت تقول على حاجه لينير. لو عندك كومبوننت واحده او لو عندك تو كومبوننت، الفيز ديفرنس اللي موجود ما بين زيرو او باي او نيجاتيف باي او زي ما احنا بنقول كده ان باي على طول. انت تقول على حاجه ان هي سيركلر ثلاث شروط، تو كومبوننتس فيهم نفس الماجنتيود والفيز اللي موجود ما بينهم باي اوفر تو او ايه او نيجاتيف باي اوفر تو. الابتيكال اي حاجه مش لينير، اي حاجه مش سيركلر. يبقى ده النوع بتاعها ايه؟ ها؟ الابتيكال. ليه؟ هنا حدش يقول ان هي سيركلر ليه؟ الماجنتيود هنا بتقول الماجنتيود هنا كام؟ 1. فدي ايه؟ تمام كده؟ هي كده اول حاجه خالص ان انا عارف ان هي ايه؟ الابتكال فورماليزيشن. طيب بعد ما احنا حددنا ان هي يعني في الحاله بتاعت السيرفر وفي الحاله بتاعت الانتجر في حاجه كمان لازم نحددها اللي هي ايه؟ السنسنج. ايه هو السنسنج؟ الفايشنال كونديشن بتاعه. هل الويب بتاعه بيلف كلوك وايز ولا انت ايه؟ ولا انت كلوك وايز؟ طب ازاي بتحدد السنسنج؟ اول حاجه خالص اعرف فين الدايشنال كونديشن، فين الدايشنال كونديشن بتاعي؟ بوست سيرفر. طب ايه خلاص يعني انا كده بعتبر بوست سيرفر. طب ايه ايه عايز ارسم بوست سيرفر ده من المستطوع بتاعه. بعد كده هنستخدم اي كنترول بتاعي او اي اكس واي زد. انا عايز الزد اللي يحصل، انا عايز الزد يكون خارج. يبقى بالتالي ايه؟ ده الاكس وده ايه؟ ده الواي. تمام كده الناس بتقول لك ماشي. يبقى هنا ده كده اكس وهنا كده واي. بعد كده ابدا اشوف مين الكومبوننت اللي ليها فيز اكبر وده ايه؟ الكومبوننت فيه اكبر من ايه؟ الكومبوننت دي. مين هنا الكومبوننت اللي ليها فيز اكبر؟ الاكس غلط. الواي. ليه بقى؟ شايفين ده؟ ده ايه؟ ده نيجاتيف. ما ينفعش وانا باجي ادرس البولايزيشن يبقى نيجاتيف ده موجود. ليه؟ لان نيجاتيف 1 اصلا ايكوفلنت عندي ايه؟ اي باور جي باور. فبالتالي اول انا هشيل النيجاتيف دي وحاطط مكانها ايه؟ اي باور جي باور. بعد كده ده حق المجموعه على ده فالترم ده هو يصبح ايه؟ باي باور. يبقى ساعتها مين اللي ليه فيصل الناس اللي اوكي مع الكلام ده بس؟
هو كده يعني يعتبر الشيت مساله قليله، فاحنا محتاجين نخش في الاكسترا بروبلمز نبدا نحل فيهم على اساس ان في افكار كتير. بس قبل بس نتكلم في الجزئيه بتاعت الاكسترا بروبلمز، احنا بس عايزين نلخص الكلام اللي احنا عاملينه من اول السنه. تاني نوع من المسائل اللي هو كان ايه الموجود في الكويست اللي انا كنت عملته قبل الميد تيرم،
يعني انا كنت جايب لك شكل الكتاب فيه قلت لك هو في ديبندنس موجود على ايه هو جي او اي تي. فانت وقت ما حليتها حليتها ازاي؟ حليتها بالاستخدام استخدمت مايكروسوفت اسمها حسن ديكار. طب بعد بقى دي الترم شغلنا كله في الحلقه بتاع الميكروفون بتعمل ايه؟ لا لو انت عايز تستخدم لا سمبليفايد كمان من اكشن انك تستخدم ايه؟ الريليشن ايه؟ الريليشن. يبقى دلوقتي انت في الامتحان انت عايز تعرف انت تتعامل مع انهي كيس؟ شوف انا عشان اعرف ان انا بتعامل مع يونيفورم بلين ويف لازم الاقي ايه؟ تو كونديشنز بتحققها لي. ايه هما؟ اول حاجه خالص ان الالكتريك او الماجنتيك فيلد ديستروي يكونوا فانكشن في حاجتين. اول حاجه خالص في الدايركشن اوف بروباجيشن، تاني حاجه في التايم. اوكي كده يا جماعه؟ تاني حاجه ان انت لازم تلاقي ان الكومبوننتس بتاعتك اللي موجوده للالكتريك او الماجنتيك فيلد موجودين في اتجاهات تكون بيرمنتيكال على الدايركشن اوف بروباجيشن. يعني مثلا لو احنا بنيجي نتكلم على الحاله اللي هي اللي فاتت دي، انا هنا عارف ان اتجاه البروباجيشن فين في الزد. انا عارف ان الزد الكومبوننتس بتاعتي موجودين فين؟ موجودين في الواي وموجودين في الاكس. لو انا هنا مثلا لقيت كومبوننت موجود في اتجاه الزد ما ينفعش اقول ان دي هي المفروض تبني. تمام؟ اوكي؟ فما ينفعش اقول ان انت لو عايز اوصف العلاقه اللي موجوده ما بين الالكتريك والماجنتيك فين اقول ان هي متوسط كده. ينفع تكون في اتجاه الزد؟ بص هقول لك على حاجه، الحاجه اللي احنا المفروض نسميها ايه؟ تي اي ام ويفز. ان شاء الله السنه الجايه هتحط حاجتين كمان اسمهم تي اي وتي ام. تي اي يعني ترانسفيرس الكتريك، يعني انت بتقول ان الالكتريك بس هو اللي ترانسفيرس. طب الماجنتيك؟ لا عادي ان هو يكون موجود في اتجاه الفولتج. ان شاء الله السنه الجايه. وفي حاجه اسمها اي داش. ده حاجه بقى مهمه جدا. انك بتلاقي الاي والداش بتوعك موجودين في اتجاه الفولتج. فدي عادي ان هي تحصل. اوكي؟ فالحاله دي احنا بنقول عليها ايه؟ ان هي التايم ديبندنس بتاعي دي هو جي او اي تي ولكن مش محقق الشروط بتاع الفورم بيلدينج. فانا لما اجي احط احطه ازاي؟ او ان انا مثلا عايز اجي اربط العلاقات ببعض ومش قادر ان الاتش في كام كده؟ لا العلاقات اللي تربط الاثنين مع بعض وتبطل. تمام؟ طب فرضا ان انا بقيت قلت لك ان هو ولا هي الفورم بيلدينج وفي نفس الوقت برضه التايم ديبندنس مش دي هو جي او اي تي. ده حاجه من الحاجات دي او اي حاجه غير دي. يبقى ساعتها فعلا اللي بيحكمه بشكل عام هو ده. كانها حاجه احنا فيها وبعد كده جواها ده يقصها وبعد كده جواها ده يقصها. ليه؟ ليه؟ اني واحده؟ ليه؟ دي يونيفورم تاني وين؟ انا بقول لو انا جيت مثلا الاي اكس مش شلتها حطيت مكانها اي زد. مش فاكر يونيفورم تاني وين؟ بس ما زالت ايه؟ الديبندنس بتاعها على التايم اي باور جي ونيجاتيف. فساعتها اقول ايه ايه اه انا ممكن لو انا عايز اوصف العلاقه اللي ممكن ما بين الالكتريك والماجنتيك فيه هتبقى ايه؟ بالشكل ده زي ما قلت دي مساله ثمانيه مش مهمه دي مساله بتاعت التريننج تيرم او الكويز اللي انا كنت عملته ودي مسائل اللي هنقعد فيه من خلالها على اساس بس الناس تبقى فاهمه احنا بنتعامل ايه معايا. اوكي كده؟ طيب اول حاجه ايه اول مساله؟ اللي هي المساله دي رقم واحد. انت بعرف ان التايم ديفيرنس لان هو مثلا بيتكلم بشكل مثلا كوزاين اوميجا دي زي اللي فات كده او ان انا اقول لك مثلا زي مثلا ايه؟ هو بالذات التايم ديفيرنس هنا التايم ديفيرنس مثلا هو زي اللي فات كده زي الفورم مثلا في باور جي او اي تي. انا اللي بقول لك المعلومه دي الناس كده كده بس ايه يعني شوف كده اول مساله اللي هي مساله نمبر 1 يعني حاول تسكتها لحد بس ايه؟ لما نبدا نتكلم عنها. طب دي
كافيه مش كافيه. طيب نبدا بقى نمشي واحده واحده مع السقف. اول خالص هو قال لي انا عايزك تجيب الكومبليت اكسبريشن بتاع الاي و اتش اليونيفورم بلين ويف وبجيب فين؟ في اليو واي دايركشن. فابدا انا قايل خلاص يبقى الدايركشن بتاعي هو كام؟ او سوري هو ايه؟ بوستيف يو واي. تمام كده؟ اكمل. انكريس ريس اوف فريكونسي ايكوال 400 ميجا هرتز. يبقى انت دلوقتي حددت لي فريكونسي انا شغال عليها 400 ميجا هرتز. طب ايه الحاجات اللي ممكن تبقى من الفريكونسي؟ لما انا جاي احوله من سنتين اسمه بتاع لحاجه بالشكل ده.
حلو؟ كده يا جماعه؟ طيب ايه الحاله دلوقتي اللي انا محتاج اعملها؟ ها حد مقتنع بالشكل ده؟ لو حد مش فاهم ينفع ايه؟ حد مقتنع؟ شوف الشكل ده؟ ده اللي مستهدف، ده اللي بيجي لكم. انا عايز اقول لكم مستهدف. اوكي؟ الفكره اللي انا عارف ان هو بيساوي كام دلوقتي؟ بيساوي فاكرين انا شايف هنا اي نوت كفكره مضروب في قوانين جي بيتا فور. عايز احول ده من فيزور فور للانستنتينيوس فور. بعمل ايه؟ اضرب في اي باور جي ونيجاتيف واخد الريبورت. فيبقى عندي اي نوت هتنزل زي ما هي. لما اجي اضرب اي باور جي ونيجاتيف في اي دوت هيبقى عندي اي باور جي ونيجاتيف ناقص بيتا فور. اقوم واخد الريبورت هيبقى ايه؟ هيبقى فيزور. طيب انت دلوقتي عايز تعمل ايه؟ انت عايز تخلي الشكل ده هو الشكل ده. يبقى كل اللي انت هتعمله تعمل ايه؟ هتحطه جاي هنا معوض 2.5 ومعوض ده كام؟ 2. وبعد كده تقوم عامل كومبارزون بين دي وبين دي. يبقى انت كده دي الحاجه الوحيده اللي انت عملتها عكسيها. فتقول يا عم انت قطعت كده. تيجي هنا. دايركتور. هيبقى دايركتور من الناحيه دي. لما احنا نسوي ده هنقلل الاي نوت بشكل عام هو ايه؟ هو القيمه طبعا بعد ما عوضها بالايه؟ باليو 2.5 والتي يعني بيتا ار بقت بيتا ار. انا دلوقتي الار ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن فيكتور في اتجاه بروباجيشن. انا هنا بروباجيت في اتجاه بس يبقى الار ده بقى ايه؟ ايه؟ الار ده دي طبعا دي جيجا جيجا ريال بير سكند. ها جيجا طيب يبقى المفروض بعد كده ان احنا نعوض هنا القيمه دي وبعد كده نبقى نساوي ده هيقدر يطلع لي كام في الدين وبعد هو طبعا كده كده معاك يعني السوليوشن بتاع الاكس بتاع سوري سيكشن 6 سيكشن 7 معاك اوكي فكده كده الحلول دي موجوده معاك بس انا عايز ايه؟ نحلها على اساس ان ايه الحاجات دي بس ايه؟ يعني المسألة بتاعت الشيك مش كفايه يعني فالمفروض لو انت بتاع سطور هتلاقي ان هي بتطلع معاك فوق كنت الالكتريك فيلد ده اللي هو اسمه ايه؟ هو قايم هي عباره عن اي نوت
não tem a tua barra aqui. Uma barra em power G ou em power? Vai ter uma pequena desafio de em power G ou em 200. أول حاجة طبعاً هو طالب أو طالب الفريكونسي، عشان أجيب الفريكونسي لازم أكون عارف قيمة البيتا بتساوي كام، فأنا عارف إن البيتا بتساوي 0.2. لو أنا عايز أجيب منها الفريكونسي أنا عارف إن هي دي أوميجا على سي، وفي نفس الوقت الأوميجا دي هو ده لما بتتقسم بتتقسم لإيه؟ 2 باي إف، وبالتالي لو أنا عايز أجيب الإف في الآخر هعمل إن هي عبارة عن إيه؟ 0.2 مضروبة في سي مقسومة على كام؟ على 2 باي. طبعاً بتحسبها وبعد ما تحسبها أي إيكوال قيمة بالإيه؟ الاكس تمام كده؟ فدي ما فيهاش مشكله. القصه كلها هنا ان لما اكون عايز اجيب هنا الانستنتينيس هو عامل ايه؟ باجي اقوم واخد الاكسبريشن ده كده كله برضه في باور جي اوميجا تي. فساعتها هلاقي الاكسبوننشال ده الاكسبوننشال ده الاكسبوننشال بتاع جي اوميجا تي بيتجمعوا مع بعض بالشكل ده. بعد كده اجي اقوم واخد الريل بارت. فالناس لما تيجي تاخد الريل بارت تاخد الريل بارت ده كله. ده مش منفصل، ده فيز يا جماعه. ده مش حاجه كده، لو حاجه بالشكل ده اقول لك اه ده كده اتنيويشن. ده موجود في الجزء بتاع اللوسي ميديوم، انما دلوقتي احنا بنتعامل بفري سبيس، واحنا قلنا فري سبيس يعني سيجمنت زيرو، يعني سيجمنت زيرو يعني مفيش لوس. تمام؟ فهنا بقى لما اجي اقول لو انت عايز تجيب الشكل المستدني اصلا هو هيبقى 100 بس هيبقى ايه؟ كوزاين اوميجا تي، طبعا انا كده هحتاج تنطق اوميجا يعني ناقص 0.2 بلس 0.5 وما انساش ان ده كده كده الدايركشن بتاعه في اتجاه ايه؟ اليو اكس وما انساش ان اليونتس بتاعته ايه؟ فولت بير متر. تمام كده؟ بعد كده هو طالب نجيب الاتش، طبعا الاتش هي واحد على ايتا دايركشن اوف بروباجيشن مضروب في الايه؟ في الدي. اهم حاجه يا جماعه كل العلاقات اللي احنا عمالين نقولها والقوانين اللي انت عمال تستخدمها انت بتستخدمها على الفيزو فور. الحاله الوحيده بس اللي انت فيها بتستخدم الانستنتينيوس فورم لو حاجه كانت جيبه في المساله او لو هو طلب منك في الاخر انك تمثل ايه؟ الالكتريك او الماجنتيك فيلد بتاع ايه؟ انستنتينيوس. غير كده هنتعامل مع المسائل كلها على ان احنا ايه؟ شغالين من الفيزو فورم. اوكي كده يا جماعه؟ ايه؟ ليه ما اقولش ايه بوينت؟ ايه بوينت؟ اي بوينت او 5 بس ما حط الجي اصلا لا اي باور جي معلش قول اه فيز اللوسز هتلاقي ان الجي دي مش موجوده ايه؟ واحد ليه؟ واحد الاتش على كده بالمية. طيب يا جماعه مسألة نمبر 4 دي بقى فكرة مختلفة شوية في ايه؟ كل اللي احنا متعودين عليه ان احنا بنبص لنادي الدايركشنال بروبيشن دايما بيكون موجود ايه؟ لا اكس بس لا واي بس لا زد بس. دلوقتي احنا بنعمل اختلاف لا عادي ممكن الدايركشنال بروبيشن بتاعي ما يبقاش على واحد من الاكسيس ده ممكن يكون ايه؟ فكرة بمعنى الكلام ده تعالوا نبص على مسألة يقول لي vertically polarized uniform attenuated in free space هي propagation constant بالشكل ده absolute E هو طالب مني بس 1 مللي كيلو بير متر عايز اجيب الويف فريكونسي وعايز اجيب الـ E والـ H في الـ instantaneous form. حد ممكن يقول لي مش ازاي؟ كل الحاجات اللي احنا اتعاملنا معاها ان الدايركشن زي ما قلت لك كان بيبقى في اتجاه الواي بس في اتجاه اكس في اتجاه الزد
فكان في الاخر البيتا ده كان بيرفع قيمه واحده. انما دلوقتي لا، طبعا الكيلو او البيتا هم مدين حاجه واحده اللي احنا شغالين في الفري سبيس. هنا بقى هو بيديني البيتا بتساوي كام؟ بتساوي 3 3 UX بلس 4 في UR. فبالتالي الحاجه اللي انا بتعامل معاها دلوقتي اسمها الويف نمبر فيكتور. انا كنت بتعامل مع ايه؟ قيمه واحده بس. طب عشان اقدر اتعامل مع قيمه واحده بتعامل مع ايه؟ مع الماجنيتيود بتاع الايه؟ بتاع الايه؟ فهي الماجنيتيود حاجه واحده خمسه. لا في حاجه كمان مهمه، ان انت لو عايز تحدد الدايركشن بروبيجيشن بتاع الويف بتاعتك ايه وازاي؟ وبعد ما تجيب الفيكتور تجيب الماجنيتيود الماجنيتيود بتاعته تلاقي ان اليو بي هو عباره عن ايه؟ الفيكتور بتاعي ده مقسوم على ايه؟ مقسوم على الويف. فبالتالي هيطلع لي يونت فيكتور في الاتجاه بتاع الايه؟ بتاع التكريبتين او في الكريبسول بتاع البروبريشن بتاع التكريبتين. الناس فاهمة الحتة دي ولا لا؟ دول بوتا تيلي معلش. البي دوت البي دوت ار تمام. لا انا بيضات ايه؟ انت هنا كاتب البي بس. انا هنا كاتب البي. هو البي ده هو الحاجة اللي هو بيتكلم فيها. الار لو انت عايز تكتب الار، الار هو عباره عن ايه؟ اكس يو اكس زائد واي يو واي زائد زد يو زد. انا لسه ما عملتش دوت بورد اوكي كده يا جماعه. فاول حاجه خالص انا عايز اجيبها كده هو التصوير بتاع البي تصوير سوري بتاع البي ده التصوير بتاع البي ده بيعبر عن ايه؟ ده بيعبر عن الجسم ماسك بتاعه عن الوي نمبر. ده بقى اللي بيساوي كام؟ اوميجا على سي ومنه 10 كنت اف زي ما احنا لسه قايلين من شويه ان هي بتساوي كام؟ الخمسه ديت بعد ما تضربها في سي واقسمها على كام؟ على طول طبعا ده هيطلع ايه؟ ايه ده؟ طب ده كده هو المفروض. بعد كده هو طالب مني ايه؟ اجيب الانستنتينيوس ودي اجيب الانستنتينيوس فورم بتاع الالكترو فيلد وبتاع الماجنتيك فيلد تمام؟ طيب ايه الحاجات اللي نقصنا هنا ان احنا نحددها؟ يبقى انا هتعامل مع ماكسيمم فاليو. يبقى ازاي احول من ام اس لماكسيمم فاليو؟ اضرب في روتو تمام؟ يبقى كده اول حاجه عرفتها عن الاي نوت ان الماجنتيود بتاعه بيساوي كام؟ بيساوي روت 2 ملي فولت بير متر صح كده؟ الناس كده تابعوا معايا ولا لا؟ اديني الابسوليوت اي نوت بتوع ام اس. انا ما بعملش مع الار ام اس، انا بتعامل مع الايه؟ مع الناس في ظرف وجود. حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ طيب تاني احنا محتاجين نجيب ايه؟ محتاجين نجيب شكل الفيكتور فيلد ده. يبقى انا دلوقتي محتاج اوصل حاجتين، الاي نوت شكلها عامل ازاي؟ والبي دوت ار شكلها عامل ازاي؟ دي خلاص انا عرفتها، انا كده كده معايا البيتا هنا اهو ومعايا الار. حلو جدا. يبقى ناقص ان انا اعرف الاي نوت. اول معلومه خالص عرفتها من هنا ان الاي نوت الماجنتيود بتاعه روتو الدايركشن بتاعه ايه؟ اللي هيقول ايه هو الدايركشن بتاعه ويقصها صح على هبوط يلا. تاني دلوقتي انا الحاجه الوحيده اللي مقصوده عشان اقدر الاكسبريشن ده بشكل كامل ان انا اعرف الدايركشن بتاع الاي نوت. الدايركشن بتاع الاي نوت فين؟ زد. يعني حد من اللي بيقولوا زد يقول لي بيقولوا زد. علشان؟ لا عادي كده الاكس ايه؟ لا لا هو اول حاجه خالص بس عادي مرتب موجود في الاكس وواي. طب واحده واحده احنا ازاي بقى نفسر الكلام ده؟ انا عايز بس الناس تركز معايا شويه. لو هنفترض ان القلم ده بيعبر عن الدايركشن اوف بروباجيشن اوكي؟ وان القلم ده بيعبر عن الالكتريك فيلد وده بيعبر عن الماجنتيك فيلد تمام كده؟ لو انا جيت قلت ان الكوردينت سيستم بتاعي هو ده اكس واي زد اللي انا كنت بشتغل عليه قبل كده ايه؟ كنت بقول ادي اتجاه البروباجيشن اهو وبعد كده هلاقي ان الاتش بيرنديكولار عليه بالشكل ده لا ده ليه؟ هلاقي ان الاتش بيرنديكولار عليه بالشكل ده كده وبعد كده هلاقي ان الاي بيرنديكولار عليهم كده تمام؟ ليه؟ لان الدايركشن اوف بروباجيشن بتاعي كان دايما بيبقى في اتجاه اكسس واحد وحتى لو انا خليت ده مش في الزد خليت ده في الواي فهلاقي ان ده كده اما رايح فين؟ في الاكس وهلاقي ده اما رايح فين؟ في الزد. يعني المهم ان في الاخر ان الثلاثه يبقوا ايه؟ يكونوا بيرنديكولار ايه على بعض. طب دلوقتي ايه اللي حصل؟
دلوقتي الدايركشن اوف بروباجيشن بقى جزء منه في الاكس وبقى جزء منه في الواي. يعني كان السيستم بتاعي اللي كانوا الثلاثه بيرنديكولار بالشكل ده وكانوا متعرفين على الاكسس، واحد قام عامل ايه؟ واحد قام متحرك كده. فعلشان يفضلوا يرسموا التين ويف قام الثاني ده قام متحرك ازاي؟ كده. فانت هتلاقي ان الدايركشن اوف بروباجيشن فين؟ في الاكس وفي الواي. وفي واحد ليه كومبوننت برضه في الاكس وفي الواي. والاخير ليه كومبوننت فين؟ في الزد زي ما انت بتقول. فعادي ممكن يكون واحد ليه في الزد واحد برضه ليه في الاكس والواي. هتقول لي ازاي؟ هقول لك انت دلوقتي عشان تقدر تثبت ان اي حاجه بيديك على حاجه لازم تتاكد ايه؟ ان البرودكت بتاع الاثنين مع بعض يساوي كام؟ يساوي زيرو. مش ده الدايركشن اوف بروباجيشن بتاعك؟ لو فاضل جيت قلت لك ان الفيكتور فيلد بتاعي ده الدايركشن بتاعه مثلا هو نيجاتيف 4 اوفر 5 يو اكس بلس 3 اوفر 5 يو واي. هل ده غلط؟ ما هو ده بيديك على ده. الناس كده فاهمه قصدي ولا لا؟ الناس كده يا جماعه؟ تاني انا كنت بقول زمان انا كان بيبقى عندي الدايركشن اوف بروباجيشن في اتجاه واحد من الاكسيس، فبالتالي الالكتريك والماجنتيك فيلد اللي موجودين عندي كانوا دايما يبقى واحد على الواي واحد على الاكس. لو انا هفترض الاتجاه البروباجيشن بتاعي في الزد، او لو واحد فانكشن في اكس وواي يبقى الثاني برضه هيبقى فانكشن في اكس وواي. ازاي؟ زي ما انا قلت الشكل زمان كان عامل كده، ثلاث حاجات بيديك على بعض كل واحد متعرف على اكسس. انت ايه اللي كنت بتعمله؟ كنت مثلا ممكن تلف ده كده سنه فيكون ده لافف سنه، بس ما زال برضه الدايركشن اوف بروباجيشن فين؟ زي ما هو. طب انا ايه اللي جيت عملته دلوقتي؟ انا بدل ما الف ده والف ده، لا لفيت ده، فده اتجاب ازاي؟ ده اتجاب كده. واخدين بالكم كده يا جماعه؟ يعني هو كان كده على الزد وكده الاكس، انا كده قمت عامله ايه؟ في اتجاه في الوسط ما بين الاثنين. فدلوقتي الدايركشن اوف بروباجيشن بقى كومبوننت في حاجتين، وفي نفس الوقت برضه لسه في الكتريك فيلد برضه كومبوننت في حاجتين، والاتش كومبوننت في ايه؟ في حاجه واحده. في نفس الوقت برضه لو انا جيت مثلا قايل ان الالكتريك فيلد بتاعي موجود برضه في البلين اللي هو اسمه اكس واي، انا ممكن الاقي يونت فيكتور لو انا ضربت في الفيكتور بتاع البروباجيشن يطلع لي ايه؟ زيرو. لو انت جيت ضربت ده في ده وبعد كده جمعته على ده في ده كتوت هيطلع لك زيرو. يبقى معنى كده عادي ممكن ده يكون شكله عامل كده، او ممكن انت تقول ايه زي ما انت قلت فعلا. هفترض ان الاتجاه بتاعي هو يو زد. ده صح وده صح. انا بقى بسال سؤال، لو ده صح ليه ولو ده صح ليه؟ بس الناس سمعت هنا؟ الاجابه اول حاجه بقى سؤال بالنسبه ليه؟ المعلومه الوحيده اللي اديها زياد تقدر تساعدني في الموضوع ده ان هو قال فيرتيكال يوتلايز. يعني ايه فيرتيكال يوتلايز؟ يعني هو فانكشن في كومبوننت واحده، وغير كده كمان يعني ايه فيرتيكال؟ دلوقتي انا بقول ان انا عندي البلين بتاعي اللي هو ده الاكس واي، وعندي فيه تو كومبوننت بالشكل ده، اي حاجه فيرتيكال عليهم اكيد هتبقى فين؟ في الدايركشن الثالث، سواء دول لفوا كده او لفوا كده، ما هو في الاخر اللي هيبقى بيرمنديكول عليهم هيبقى فين؟ هيبقى في الزد. فبالتالي فعلا انا لما هاجي هنا ابص للدايركشن بتاع الاي مود بتاعي هتلاقي ان هو موجود فين؟ ان هو موجود في الاتجاه بتاع الايه؟ بتاع اليوزر. وكده انا قدرت ان انا اوصف الالكتريك فيلد بتاعي بشكل كامل. حد كده مش فاهم حاجه من اللي انا قلتها دول؟ او الحاجه اللي انا قلتها دي؟ ها؟ الناس كده فاهمه؟ كويس جدا. يبقى انا كده لو جيت بصيت بقى انا هلاقي ايه؟ ان انا اول حاجه خالص معايا الكود بتاعتي اللي هي عباره عن نوت تو يوزر، ومعايا الداتا بتاعتي اللي هي الفيو اكس او يو واي اللي هو طبعا معاه في نوع الشكل ده. هجيب الدوت بولت ما بين ده وما بين ده هلاقيه بيطلع لي عباره عن ايه؟ 3 اكس زائد 4 واي. اجي اقول الكلام ده معوضه فين؟ معوضه في الكي نوت هنا. فهلاقي ان الكي نوت بتاعي لو انا بكتبه في الفيزو فروم هيبقى فانكشن في حاجتين، في الاكس وفي الواي، لان الاكس والواي مع بعض هم الدايركشن بروبيشن بتاعي. بعد كده اقوم حاطط كلمه الكي نوت اللي هو عباره عن يوزد روت 2، وبعد كده اقوم حاطط اي باور نيجاتيف جي وفتح بوست 3 اكس بلس 4 واي. الكلام ده كله من ايه؟ من الفولت بيرمي. انا عايز اقول الكلام ده مستنيني اسحب ايه؟ او ضرب الشكل دوت في اي باور جي اوميجا تي واقوم واخد ايه؟ ري باور. عايز اجيب الاتش ان دي او ما ايه؟ ان الاتش هي عباره عن
ايتا نوت اتجاه الكوبريشن بتاعي موضوع في ايه؟ في الالكتر في ايه؟ هنا اتجاه الكوبريشن عباره عن كام كومبوننت؟ تو كومبوننت تو اكس وواي. فبالتالي تبدا تاخد كل واحده لوحدها تضربها فين؟ في الالكتر في بتاعك. تمام كده؟ اول حاجه خالص لما تضرب يو اكس في يوز انت هتديك حاجه في اتجاه النيجاتيف يو واي. ولما تضرب حاجه في اتجاه يو واي حاجه في اتجاه يوز تديك حاجه في اتجاه ايه؟ اليو اكس. الناس كده اوكي مع الكلام دوت؟ فاهمة كده الناس الكلام؟ فاهمة كده؟ ازاي عملت بيتا دوت ار؟ ايه؟ ازاي عملت بيتا دوت ار؟ اصلا ده الجنرال اكسبريشن بتاع اللي فوق البين ويف بتاعتي. تمام؟ ده الجنرال اكسبريشن. لا ما هو انا كده كده انت بتديني البيتا. تمام. وانا عارف ان الار اكس يو اكس زائد واي واي زائد زد زد. طب ما اجي اعمل دوت ار ده. يبقى 3 بلس 4 3 اكس. خلاص كده يا جماعه اوكي؟ الكلام ده هو كويس. تعالى نشوف المسألة البولايزيشن البولايزيشن على طول الكتريك فيل البولايزيشن على طول بتتعامل مع الكتريك فيل لا لازم يحدد لي معلومة يحدد لي بيها الدايركشن تمام؟ اوكي طيب المسألة رقم نمبر 6 حد يقدر يقول لي بس ايه الاختلاف عن المسائل اللي احنا حلناها قبل كده والمسألة دي؟ طيب وبعد كده اول حاجه خالص
اصل ايه الفريكوانس؟ طبعا الموضوع ده سهل. لو انا عايز اجيب الفريكوانس بتاعها جايبها ازاي؟ او ان اف هي عباره عن ايه؟ سي نود على لندن هتطلع معاك 2.5 جيجاهرتز. طيب الجزء الثاني بقى من السؤال هو طالب مني ايه؟ طالب مني ان انا اجيب الابسلون ار واجيب النيو ار بتاع الفيجن. حد يقول او ياخد فلوس. هو طالب ايه؟ طالب ايه؟ هو عايز اعرف ازاي اجيب الابسلون ار واجيب النيو ار. ان ده اللي هو السكر رول بتاع يو ار ابسلون ار. ماشي. عنده ثانيه جايه من الفار. ايتا بتساوي واحد على ايتا روت سكر رول دي على ايتا روت. انت كمان حضرتك سكشن. يبقى ايتا هيبقى واحد على ايتا روت. اصلا ايتا بتساوي ايه على ايش؟ واحد على ايتا روت سكر رول يو ار على ايتا روت. طب ما تقوم تشرح. ده كلام مظبوط. انا دلوقتي عشان اعرف حاجه انا محتاج ايكويشنز. هو اللي هو حضرتك. هو حضر امبارح. ايه؟ لا ما حصلش. ده وصل لك ما كانش فيه. طيب هو هنا كلام مظبوط. هو هنا قال ايه؟ دلوقتي انا عندي تو فاريبلز. التو فاريبلز دول انا عايز احلهم او عايز تو ايكويشنز وانا مش عارف احلهم. ايه هم الايكويشنز المتاحه؟ اول ايكويشن طبعا اللي باينه قدام ان انا اجاوب ايه؟ انا عندي لمده هنا. يبقى انا ممكن اقول ايه؟ انا والله عارف وعندي فريكونسي بكل بساطه ايه؟ انا هعرف اجيب كود السي اللي هو اللي هي في الفضل. طب دي في نفس الوقت بتساوي ايه؟ بتساوي سي نون مقسوم على سكوير روت ميو ار ابسلون اي ابسلون ار. دي كده ايكويشن نمبر 1. طب ايه هي ايكويشن نمبر 2؟ قال لك شوف جيب من الوقت ده لو مديهولي هنا مديني ابسلون اي وابسلون اي. طب ده يخليني اقدر اعرف ايه؟ اقدر اعرف ايه هي الديفرنس كيمياس بتاعت الميديا. ما هو التعريف بتاع الديفرنس كيمياس بتاعت الميديا اللي هو ايه؟ الريشن ما بين الاي على الايه؟ على الايش؟ في انباوند الميديا. اوكي كده يا جماعه؟ طب ده اصلا بيساوي ايه؟ قال ده بيساوي 120 باي اللي هو ايبسلون نور مضروب في ايبسلون ار او سوري يو ار على ايبسلون ار. يبقى دي كده المعادله. كل انا محتاج اعمل ايه؟ صحيح المعادله دي اسمها دورين بس بالنسبه لي هعرف ايه ايبسلون ار هعرف ايه ايه؟ كده كده ده تشيك يا جماعه اللي بتتعاملوا بيها في الفاينل ايه؟ انا كده كده نزلتها على دي على الاسطوره اللي حابب ان هو ينزلها. اوكي؟ احنا جاي كده يعتبر يعني خدناهم كلهم عدد بس اللي هو اللي هو بيتكلم على الايه؟ على ان هم الاسنس والتوليك والكلام ده كله ان شاء الله هنغطيه بعد كده. اوكي؟ فالناس بس تبقى عارفه ايه اللي موجود في الفورمولا شيت علشان تبقى عارفه القوانين اللي هتحفظها والقوانين مش هتحفظها. اوكي كده؟ حد عنده اي مشكله مع الفكره بتاعت السؤال ده؟ ها؟ نكمل؟ طيب. بيساوي اي نوت مضروب في اي بار نيجاتيف
يا جماعه الناس عايزه تقول الوار نيجاتيف وار. ليه بقى نيجاتيف وار؟ واحده واحده. اول حاجه خالص تعالى نمسك الجزء بتاع الاكسبنشن انت عايز اللي يحصل، انت عايز الجي واي اللي موجوده هنا دي تساوي الجزء دوت. طب الكلام ده يتحقق ازاي؟ عن طريق انك تخلي البيتا والار ده يساوي كام؟ يساوي النيجاتيف وار. ليه؟ عشان النيجاتيف اللي موجوده هنا تشيل النيجاتيف ده فتوليد الجزء بتاع الاكسبنشن ده. صح كده؟ بس طبعا معايا ولا ايه؟ تاني انا دلوقتي عايز اخلي الشكل ده شبه الشكل الجنرال عشان اقدر احدد البروبرتيز اللي وضعها ما بينهم. فاول حاجه خالص انا عايز احدد الدايركشن اوف بروبريشن. الدايركشن اوف بروبريشن بنشوفه منين؟ بنشوفه من الاكسبنشن. فانا عارف ان الاكسبنشن عندي هنا عباره عن ايه؟ اي باور نيجاتيف جي بيتا دوت ار. اوكي كده؟ يبقى انا عايز بيتا دوت ار تطلع لي كام؟ نيجاتيف باي عشان مع النيجاتيف دي تطلع لي ايه؟ باي. تمام كده يا جماعه؟ اوكي. طيب ازاي انا هقدر اطلع الشكل ده؟ انا كده كده عارف ان الار بتاعي اللي احنا لسه جايبينه دي ار ان هو عباره عن ايه؟ اكس و اكس زائد واي واي زائد زد وزد. فايه هو الكومبوننت اللي انا محتاج منه؟ الوار. يبقى اكيد النيجاتيف ده هيجي لي منين؟ هيجي لي من الفيكتور بتاع دي. واحد هنا هيبقى موقف لي، بيقول لي ثانيه واحده، هو ازاي الويف نمبر او ازاي الويف بروباجيشن سوري ازاي الويف نمبر او ازاي الفيس كونستنت بالنيجاتيف؟ خد بالك ده الويف نمبر فيكتور. انت في الاخر وقت ما بتتعامل مع الايه؟ مع الماجنيتيود بتاعه. اوكي كده يا جماعه؟ طيب فانت بالتالي كده عرفت ان البيتا بتاعك كفيكتور هو عباره عن كده. لو انا عايز اجيب الدايركشن كورليشن دي ازاي؟ اول حاجه خالص بقوم واخد كده الابسيوم بتاع ايه؟ البيتا. انا هي بيتا كام؟ 1. بعد كده واخد الاثنين دول كده على بعض. الدايركشن كورليشن بتاعي هو عباره عن البيتا مقسوم على ايه؟ على الابسيوم بتاع البيتا اللي هو في الاخر هيطلع لك ايه اتجاه؟ نيجاتيف. لسه الكلام ده جه منين؟ في النهايه عشان نريح دماغنا الاسهل ان انت تقوم ايه؟ تبسط على الشكل بتاعك. لو ما لقيتش فيه نيجاتيف يبقى انت ماشي في الاتجاه ده، لو لقيت فيه نيجاتيف يبقى انت ماشي في الاتجاه ده في الوسط. طب الكلام ده جاي منين؟ الكلام ده جاي ان انا المساله بتاعتي اللي انا بحلها دي ممكن ابصها من وجهه نظر السيستمز. انا عايز السيستم بتاعي يبقى ايه؟ يبقى ستيبل. طب الكلام ده ازاي يتحقق؟ لو انت جيت بصيت لها مثلا عشان اسهل يعني في الحالة اللي احنا بنتكلم فيها مثلا ان يكون في لوسس في السيستم، فانت بتلاقي ان الاكسبريشن بتاع الفيكتور اللي فيه بيبقى فيه فاريبل كده اسمه اي باور نيجاتيف الفا زد، ده لو هنختار الاتجاه الاوبريشن بتاعنا فين؟ في الزد. طب سؤال، لما الزد دي توصل للفيكتور الاكسبريشن ده هيساوي كام؟ هيساوي زيرو، فبالتالي هيخلي الوقت اللي هي البروبابيلتي فيه تروح عند الفيكتور كام؟ زيرو. يبقى معنى كده ان انا حققت ستابيليتي فين؟ عند الفيكتور. طب فرضا بقى ان انت قلت لك لا انا بروباجيت في اتجاه النيجاتيف زد، فساعتها بتلاقي ان النيجاتيف بنفس المبنى اللي احنا شايفينه هنا. ليه؟ علشان لما دي توصل لنيجاتيف انفينيتي برضه بوصل لايه؟ للزيرو. فبالتالي اضمن ان السيستم بتاعي بيتحقق له استابيليتي عند الباوندرز بتاعته اللي هي موجوده فين؟ عند البوست والنيجاتيف انفينيتي. هو عايز استابيليتي ده تاني. انا دلوقتي بقول الكلام ده منطقي بالنسبه لنا ليه؟ لسبب بسيط. دلوقتي انا لازم اضمن ان السيستم بتاعي بيحقق لي استابيليتي عشان نقدر نشوف حاجه زي كده. فتلاقي الاكسبريشن بتاع الالكتريك فيلد اللي موجود ده في الحاله اللوسي مثلا بيبقى فيه كلمه ده. فانا لما اقول ان هو جيت في اتجاه بوزيتيف زد انا بحط هنا نيجاتيف او في نيجاتيف بتبقى موجوده. دي هدفها ايه؟ ان الزد دي لما توصل للماكسيم بتاعها اللي هو انفينيتي يبقى ساعتها اللي هيحصل يزيد، وكذلك من الجيم للاتجاه العكسي. فالكلام اللي بيطبق هنا هو هو برضه اللي بيطبق هنا، لان احنا عارفين ان دي هي سبيشال كيس من ايه؟ هي سبيشال كيس من ايه؟ بس عشان تبقى الناس ايه؟ فيزيكالي فاهمه الحاجه بجد، انما الفهلاوه يعني زي ما قلت لكم كده لو لقيت البوزيتيف يبقى في النيجاتيف لو لقيت النيجاتيف حد كده معترض على الكلام ده بقى؟ حلو. طيب تاني حاجه هو طالبها ايه؟ ان هو عايز يحدد الفريكونسي. طب ازاي اجيب الفريكونسي؟ سهل بقى، احنا خلاص اتعودنا عليه. خلاص احنا عارفين كده ان الفريكونسي بتاعتنا هي عباره عن ايه؟ ان انت بتكون ضارب السي بتاعتك ضارب كنت البيتا لقيتها عندي 1 بتسمع على طول ماشي. دي ما فيش فيها مشكله. القصه بقى كلها في الحته اللي في الاخر، انا عايز احدد البوزيشن بتاع الاس. طيب ايه اللي انا بعمله هنا؟ اول حاجه خالص احنا بنبص على ايه؟ على الشكل اللي موجود عندي. ده ايه الفريكونسي؟ انا عشان احدد البولايزيشن ايه بعمله يا جماعه؟ عايز الدايركشن بولايزيشن بتاعي كانه خارج من الايه؟ كانه خارج من الصابون. ايه خلاص. انا عايز ان يكون باين هنا ايه الاخبار؟ اقوم ماسك الايه رايت هاند رول بتاعي بالشكل ده اكس واي زد. انا عايز ايه؟ انا مش عايز اشوف البوست بواي، انا عايز اشوف الايه؟
النيجاتيف واي. يعني انا عايز ابص ازاي؟ عايز ابص كده كان النيجاتيف واي هو اللي طالع ايه؟ طالع ايه؟ يبقى ايه؟ ده الشكل اللي موجود فيه قدامي او ممكن يكون كده. يبقى ده ايه؟ الاكس وده الايه؟ بالظبط. تمام؟ طيب بعد كده نحدد انهي كومبوننت فيها فيزيكال. لما تيجي تبص على الشكل الموجود قدامك، الشكل الموجود قدامك ايه؟ كومبلكس. يبقى كومبلكس لازم تعمل فيه ايه؟ تحول الماجنتيود والايه؟ والفيز. زي احنا لما عجبك كده بيحولوا. الناس فاهمه قصدي ولا لا؟ اللي انا ما بقدرش احدد انهي كومبوننت فيها فيزيكال بروبرتي تاني، فانت محتاج تحول الماجنتيود والفيز. ماشي. اول كومبوننت خالص اللي هي موجوده في الاكس هتبقى والفايل دي باور جي 26.6 صح؟ يعني تقريبا في جاني بس لفت جاني بس الناس تاخد بالها بقى من حاجه. لما تيجي تكتب على الكالكوليتر انت هتكتب في اول واحده ايه؟ تطبص جي. تمام؟ فهيطلعها لك زي ما انت شايف كده. لما تيجي تكتب في الثانيه ما تكتبش 3 بلس جي. نيجاتيف 3 بلس جي. محدش ينسى النيجاتيف ده. حدش ينسى النيجاتيف ده. انا باكد اهو. حدش ينسى النيجاتيف ده. النيجاتيف دوت بيوريك اي باور جي باور. ده هيخلينا نختلف في قصه هو السنسنج بتاعي عامل ازاي. اوكي كده يا جماعه؟ فين هنقعد خلاص يبقى ايه؟ يبقى هيطلع لي هنا الترم الثاني والترم اي باور كام؟ اي باور جي نيجاتيف 160 16.1 اي حاجه. جاي انهي كومبوننت فيها فيزيكال بار؟ ها؟ اكس ولا زد؟ الاكس. كلوكوايز ولا انتي كلوكوايز؟ ها؟ انتي كلوكوايز. يبقى دي كده ايه؟ رايت سنس. طب النوع بتاع البولايزيشن ذات نفسه ايه؟ يبقى الان هي ايه؟ اي سنس الكتريكال بولايزيشن. تاني انهي ناحيه بالظبط؟ دلوقتي الشكل اللي موجود قدامي ده كومبلكس فور. انا دلوقتي عايز اعرف انهي كومبوننت ليها فيز احسن من الثاني. سوري ليها فيز اعلى من الثاني. فعشان اطلع من كده يبقى انا هاخد الشكل ده واحوله ايه؟ لماجنتيود وفيز. فانا ده اللي عملته هنا. الحاجه بس اللي انا بنبه عليها ان النيرف اللي موجوده جنب الكومبوننت الثاني دي تتحط معاك انت بتحسبها. لان انت لو بتلاقيها بس 3 بلس جي هتلاقي ان القيمه اللي تطلع لك دي مش محسوب فيها ايه؟ النيجاتيف. واحنا قلنا ان النيجاتيف ده اي باور جي فيز. خلاص كده يا جماعه اوكي؟
طيب بالنسبه لك انت ايه تشتغل بره؟ فلازم ده يظبط معايا وبرضه ده قام جيم اتحرك كده فلازم ده يظبط معايا ففي واحد منهم هيبقى فيه فعلا الثلاثه كومبوننت تمام. دلوقتي القصه اللي انا عايز اعملها ازاي ان انا اقدر اخلي الثلاثه كومبوننت ده بالنسبه لي تو كومبوننت. طيب انت ايه الفكره اللي انت بتعتمد عليها؟ قال لك الفكره اللي انا بعتمد عليها ان انا عايز اشوف تو كومبوننت بيرمنتيكال، يعني انا محتاج اجيب يونت فيكتور يكون بيرمنتيكال على ايه؟ على دايركشن كومبينيشن. طب تعالى نشوف اول حاجه واضحه قدام عينينا يو واي. فنقول ايه مثلا؟ let u1 بيساوي u1. حلو جدا. يبقى معنى كده ايه؟ ان انا اليونت فيكتور ده لو جيت عملت له دوت مع ده هيطلع لي كام؟ بزيرو. يبقى كده فعلا ده ما بنجيب على ده. طيب عايزين نجيب بقى يونت فيكتور تاني. هتيجي تبص هو ايه اللي ناقص قدامك؟ هتلاقي ان ناقص قدامك ux بلس uz. هتلاقي ناقص قدامك هنا ux بلس uz. بس الفكره كلها ان انت لو جيت هنا كتبت u2 يو اكس بلس يو زد، هل ده بيحقق شرط ان هو اصلا يبقى يونت فيكتور؟ ايه تعريف اليونت فيكتور؟ ان لازم السكوير بتاع الكومبوننتس بتوعه لما تجمعهم يديك واحد. فبالتالي علشان اقدر اخلي يو اكس بلس يو زد يونت فيكتور انا محتاج اقسم على ايه؟ الماجنتيود بتاع الاثنين. فبالتالي اليو 2 ده هعرفه ان هو 1 اوفر يو 2 يو اكس بلس يو زد. تمام كده؟ الناس كده فاهمه احنا عملنا ايه؟ طيب لو انا جيت اكدت الدوت برودكت ما بين ده وما بين ده هلاقيه بيطلع كام؟ هلاقيه بيطلع زيرو. تاني انا دلوقتي محتاج اعرف الاثنين يونت فيكتور يكونوا بيرمنتيكال على الدايركشن اول واحد سهل اللي هو اليو واي. طب تاني واحد انا عارف ان هو لازم يكون ماسك من اليو اكس واليو زد فببص عندي لقيت ان انا عندي هنا يو اكس بلس يو زد. انا ما ينفعش اكتب هنا يو اكس بلس يو زد على طول. ليه؟ لان انا لو كتبتهم كده انا كده مش بعرف يونت فيكتور. كده بعرف فيكتور عادي. هو احنا اللي بنبص على الاكسبريشن اللي جنب الدنيا ولا بنبص على الشيء يعني على ايه؟ لا انا بحدد البولايزيشن ببص على الايه؟ على الاكسبريشن ده. لو انا بحدد الدايركشن بروبوجيشن ببص على الاكسبوننشال. تمام؟ يعني كاني بالظبط ايه؟ لما بكتب الاكسبريشن هنا اي دوت اي باور نيجاتيف جي اي دوت ار الجزء ده بيحدد الدايركشن بروبوجيشن. طب والاي دوت واي بيحدد البولايزيشن. تمام كده يا جماعه؟ فعرفت فيكتور تاني اسمه يو 2. يو 2 ده عباره عن ايه؟ 1 اوفر روت اكس بلس يو زد. لو انا جيت خدت الدوت برودكت ما بين ده وما بين ده بزيرو، ما بين ده وما بين ده بزيرو، ما بين ده وما بين ده بزيرو، يبقى كده فعلا الشروط كلها اتحققت. لان انا لو كتبتها يو اكس بلس يو زد ده ما ينفعش اقول عليه ان هو يونت فيكتور. ليه؟ لان اليونت فيكتور لازم تكون
السكوير بتاع الكومبوننت بتاعه يساوي كام؟ يساوي 1. طب هبدا انا اوقيت ايه؟ خلاص هاخد الليفت فيلد بتاعي واعرفه الشكل الجديد ده. فبالتالي الاي نود بتاعي دلوقتي عباره عن ايه؟ عباره عن يو 2 ماينس جي يو 2 يو 1. الكلام ده كله مضروب في ايه؟ في اي نود. دلوقتي لما انت تيجي تبص لها انت شايف ايه؟ 2 يونت فيكتورز بيربنديكولار ايه؟ مع بعض. سوري انا لسه هكتب له لان ده الموضوع عندي هنا يو اكس بلس يوزر. ما انت بتقدر ترفع حاجتك عشان تبان لك. كده في اي مشكله يا جماعه؟ طيب. انا جبتها ازاي؟ يعني انا حولت جبت ده كده ازاي؟ انا دلوقتي بقول ان انا عندي يونيفورم بلير ويف. يبقى لازم دي احقق شرط ان الكومبوننتس اللي موجوده عندي كلها تبقى بيربنديكولار على بعض. انا عارف ان الدايركشن والبروبيشن بتاعي بالشكل ده. باجي ابص هنا لقيت عندي ثلاثه كومبوننتس. تمام؟ طب انا ازاي اقدر اقول بقى ان هم بيربنديكولار؟ ببدا ان انا اتحايل شويه عليهم ان انا بدل ما اشوفهم ثلاثه اشوفهم اثنين. ازاي؟ جيت قلت ايه؟ اعتبر ان في يونت فيكتور جديد احنا هنعرفه اسمه يو 1. اليو 1 ده في انهي اتجاه؟ في اتجاه اليو 1. جيت اجيب الدوت فور ما بين ده وما بين ده لقيته بيساوي كام؟ يبقى الكلام ده متحقق فعلا. كده الاثنين دول بيربنديكولار على بعض. كان انا بعرف كوزمت سيستم جديد ليا علشان اشوف فيه ثلاثه كومبوننت بس. فكده عايز اعرف يو 2. طب يو 2 ده هيبقى عباره عن ايه؟ ببدا ابص للشكل اللي عندي. انا عندي هنا يو اكس بلس يو زد. فانا محتاج هنا اكتب يو اكس بلس يو زد، بس انا لو كتبت الشكل ده كده بس يبقى انا كده بتعامل مع ايه؟ مع فيكتور. فلازم اقسم على الماجنتيود بتاعه اللي هو 1 بلس يعني سكوير روت 1 بلس 1 فيطلع لي ايه؟ 1 اوفر روت 2. ابدا اخد الاثنين دول بقى واعوضهم في الاكسبريشن بتاع اي نود علشان اقدر بقى اشوفها في عقلي كومبرايزيشن. ايه؟ مش معنى خدت اليو واي بالموجب؟ لا اليو 1 اليو 1 ده عادي. عايز تفترض ان اليو 1 وعايز تفترض ان اليو 2 عادي. انا بقول لك اليو زد هي اليو 1؟ لا هو انت بتسمي على اساس الحاجه ان هي بتبقى بيربنديكولار على بعض. يعني انت لو قلت لي مثلا هسمي دي كده يو 2 وهسمي دي كده يو 1 عادي مفيش مشكله. يعني المسميات دي ليا انا. وعلشان اضمن ان التو برودكت ما بين اليونت فيكتور ده واليونت فيكتور ده يساوي زيرو، معناها ساعتها ان التو فيكتورز دول بيربنديكولار على بعض. الناس كده فاهمه يا جماعه اللي انا بقوله ولا في مشكله؟ طيب يبقى بالتالي في النهايه انا رجعت قلت بقى واخد الكلام ده معوضه فين؟ في المعادله بتاعتي. ده شكل المعادله عامل كده. في النهايه انا محتاج ايه؟ اقلبها برضه ماجنتيود وفيز عشان اقدر احفظه. فبقوم قايل خلاص انا كده عندي يو 2 اللي هي يو 2 بلس يو 2 باور جي كام بقى؟ ماينس باي على ماينس باي. تمام؟ حلو. الكلام ده كله موضوع في ايه؟ طيب هنا بقى حد يقدر يقول لي نوع الكولايزيشن ايه؟ هنا سيرك. الناس كده عرفت اللي كانت بتقول الابتكار المشكله كانت فين؟ ان ما حدش كان بيعمل حساب الحته دي. فهنا هو سيرك. حلو جدا. عايزين نحدد بقى نوع السنس. اللي احنا كنا دايما بنقول في السنس ايه؟ خلي الدايركشن والبروبيشن بتاعك موجود ايه؟ موجود لبره. وبعد كده ابدا استخدم الرايت هاند لوب عشان تقدر تحدد الايه؟ تقدر تحدد الاتجاهات. المشكله حاجه بقى هنا، لما انت تيجي تبص اليو 1 واليو 2 دول انت حاجه فرضتهم عشان تعرف تحل المساله. فانا مثلا دلوقتي اليو 1 يبقى في انهي اتجاه واليو 2 في انهي اتجاه؟ احنا على طول مثلا بنمسك ايه؟ ان هو الشكل عامل كده وبتلاقي مثلا في سهم طالع كده وفي سهم طالع كده. انهي واحد منهم اليو 1 وانهي واحد منهم اليو 2؟ واحد. انا بس عايز اقول حاجه قبل بس ما تجاوب على السؤال ده، انا بالنسبه لي مش هيفرق. يعني ايه؟ يعني انت لو حليت انك تحط يو 1 هنا تحط يو 2 هنا او تحط يو 1 هنا تحط يو 2 هنا بالنسبه لي واحد. ليه؟ لان المساله عندي صعوبتها كلها في الحته دي. تمام؟ في الاخر انت هتكون حاطط وهتكون قايل والله لو ده اكبر من ده يبقى انا كده رايت سنس او ليفت سنس. لكن لو انت بقى عايز فعليا تفكر هو انهي واحد اللي واقف كده وانهي واحد اللي هوريزونتال، هيبقى انهي واحد اللي واقف؟ افتكروا اكيد اليو 1. ليه؟ لان انا دلوقتي بقول ان الدايركشن بروبيشن بتاعي موجود في الاكس وفي الزد. وفي نفس الوقت اليو 1 هو الواي. يعني دلوقتي كاني ايه؟ ده الاكس والزد وانا جيت في واحد كده قمت حاطه ايه؟ عليه اللي هو الايه؟ اللي هو الواي. فطبيعي طبيعي ان انا اقول ايه؟ ان اللي واقف ده هو يو 1 وان ده هو ايه؟ يو 2. بس لو حاجه زي كده جات لك انا مش
معتمد ان انت هتعرف تحدده حاجه زي كده، اوكي؟ ولكن طبعا انت لو جبتها كده يبقى انت كده ايه؟ شغلت دماغك في حاجه بسيطه يعني. دلوقتي بقى اليو 1 ولا اليو 2 هي الاكبر؟ ها؟ يو انهي واحده اللي هي فيز اكبر من الثاني؟ سوري هو هنا في اليو 1 بس. مين اللي هي فيز اكبر من الثاني؟ هو في جزء من اليو 2 اكبر من اليو 1 يبقى كانها 10 ازاي؟ واحد كده يبقى النوع بتاعها ايه؟ ايت سنس سيركلر بولايزد. اوكي كده يا جماعه؟ الناس كده الكلام بالنسبه لها اوكي؟ طيب اول واحد بقى يحل التالته برضه بوكس يلا. التالته سبب شبه التانية. طب ما فيش يعني نص البونص لشرف المحاوله ولا مفيش حاجه علينا؟ طيب مش جابوني مفيش حاجه علينا. عشان الصفحة عندنا عم تحدي الشرط لما تيجي تبص هنا المسائل تيجي كام هي هي المسائل اللي فاتت مع اختلاف واحد بس مع اختلاف واحد بس ايه؟ ان انا هنا شلت السبب اللي انا حطيت لما يطلع لما انت تيجي تقدر تشوف هو ماشي تمشي كل حاجه تقول لك مش كويس جدا المشكله الوحيده هتبقى كام ده؟ لما انا جيت اخترت اليوم اليوم اللي اتقفل عامل ازاي واليوم طبعا اليوم بالسلاح المتقال هو عباره عن ايه؟ يوزر عباره عن يوزر ما فيهاش مشكله لما تيجي بقى تختار اليوم ودي مشكله هتلاقي ان انت تختار غصب عنك في اليونت ريكتور ده انك بس مثلا يعني ادي اكس بلس جي يو واي او ماينس جي يو واي وبعد كده مثلا الكلام ده كله مقسوم على 1 و 2 تمام كده؟ لا افضل انا عامل حاجه زي كده لا كده غلط اليونت ريكتور بتاعك ما ينفعش تكون في حاجه ايماجنال ما ينفعش ان انا اعمل مع حاجه كومبلكس اصلا لان الفيكتور بيوديني في حته في السبيس فازاي في حاجه ايماجينري طب الاجابه على السؤال دي ايه؟ This is a non-uniform primitive بس ما شاء الله ايه ده يعني كلنا خدنا البونص؟ مش كده كلنا خدنا البونص؟ مفيش مشكلة ما تنساش ولا خد البونص هو ده شايف مين ده؟ عايز اشوف السوكي عايز اجاوب ان فيها ايه لا بس ما عادش عليها